المحكمة العليا في تركيا أقرت أن حظر يوتيوب يشكل خرقا لحرية التعبير، حيث أوردت وكالة أنباء الأناضول أن المحكمة الدستورية ستخطر السلطات بقرارها لأجل إعادة الوصول إلى موقع مشاركة الفيديو يوتيوب. قرار يعد خسارة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي أمر بحظر الموقع قبل أشهر على خلفية فضيحة نشر شريط أثار لغط حول تصرفات الحكومة التركية.